أنا عارفة إن حضرتك زعلان عشان ما بقيناش نشتغل ورديتين وتلاتة زي زمان، بس أنا مش مقصرة. أنا فاهم الأزمة كويس ومقدر إنك بتحاولي تلاقي عمال وفنيين كويسين، وإن دي مشكلة عامة في كل المصانع. إحنا آخر سنة تعين عندنا كام عامل جديد؟ حوالي 30. كم منهم كان متدرب وجاهز يشتغل على طول؟ كلهم احتاجوا فترة تدريب، وده كلفنا وقت وفلوس كتير. وكم واحد كمل معانا السنة الأخيرة؟ هما 2 بس. انت عارفة ان بقالي فترة برفض طلبيات شغل، مع ان المصنع طاقته تستحمل والمكن والأجهزة اللي عندنا على أحدث مستوى. صدقني حضرتك انا طول الوقت بحاول عين ناس، بس فاهم، وعشان كده وافقت احضر معاك اجتماع النهاردة. يمكن زي ما بتقولي يبقى ده الحل. ان شاء الله يا فندم. ها بقى اشرحي لي اكتر، الاجتماع مع مين وبخصوص ايه؟ الاجتماع معايا وبخصوص نظام التعليم والتدريب المزدوج. يعني ايه؟ نظام التعليم المزدوج جزء من التعليم الفني، ويعتبر شراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، هدفه تجهيز الطلاب اللي بيدرسوا عشان يبقوا فنيين متخصصين. طب والقطاع الخاص دوره ايه؟ الطالب بيختار مهنة معينة يدرسها، وطول الثلاث سنين مدة الدراسة بيقضي يومين بس اسبوعيا في المدرسة، واربع ايام في المصنع اللي بيتدرب فيه، وفي اجازة الصيف بيبقوا 6 ايام. طب انا هستفيد ايه لما اسمح للطلاب بالتدريب عندي؟ الطالب اللي هيبدا تدريب عندك دلوقتي كمان سنة هيفيد المصنع بشكل مباشر، ولما يخلص دراسته هيبقى جاهز انه يشتغل ويشارك في عملية الانتاج بعد ما يكون شرب الصنعة كاملة زي ما بيقولوا، وتدرب على قواعد الالتزام. ده غير العفو الضريبي اللي هتاخده بقيمة مصروفاتك على التدريب، وبكده هنحل أزمة توفر العمالة الماهرة في مصر. يعني بتستثمر في مستقبلك ومستقبل شركتك. طيب في شروط مطلوبة في المصنع؟ شروط مهمة وبسيطة. ده حل هايل فعلا. أنا من النهاردة معاكم.